مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شاورما اللحمة على سيخ بالفرن مثل المطاعم. عنا 1.5 كيلو لحمة مع الدهن، واذا قدرنا نجيب لي افضل كمان، مقطعة بهيدا الشكل. 2 ملاعق طعم بهار شاورما، راح احط لكم لينك بهار الشاورما على الفيديو. وعنا 1/4 كوب عصير حامض، 2 ملاعق طعم ملح، 3 معالق طعام خل، و1/2 كوب صغير زيت زيتون مخلط مع زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حركهم مع بعض. هلأ بحط فوق اللحمة، هيدا شكل اللحمة. بسم الله. خلطهم منيح مع بعض. ريحة كتير حلوة. فيني اذا حبيت انقعهم بهذا الشكل وحطهم بالبراد حوالي ساعة او ساعتين. هوني بعد ما حركتهم، هلأ بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عنا هوني كاسات او اي وعاء ضد النار بهذا الشكل، وكمان عندي بصلة. هاي البصلة بدنا نحطها بهيدي الطريقة، تشيل العرق أكيد. بحط سنيطة، هلأ عندي كمان عيدان الخشب بعملهم بهيدي الطريقة. نزلتهم منيح بقلب البصلة وصاروا ماكنين. كمان حط سنوطة بهذا الشكل. هلأ بحطها بصحن ومنبلش مع بعض نحط بالشاورما. بسم الله. هيدا الشكل. شفتوا كيف مع الدهن؟ والقطع الصغار بنحطهم بهيدي الطريقة.
بضغط عليها بهيدا الشكل. هيدا الشكل النهائي عالسيخ. هلا بدنا ندخلها فرن حامي على درجة حرارة 250. بسم الله. هلا بنحطها بالفرن. هذه الشاورما اللي عملتها أنا وياكم أخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة. لنشوفها مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي. الداخل مستوية 100%. هذه الشاورما اللي عملتها أنا وياكم أخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة على درجة حرارة 250. تتقدم مع بندورة وكبيس وبطاطا مقلية وطراطور وسيرفيس. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.